أهلا وسهلا بكم في برنامج Explain، مجموعة من برامج التثقيف الصحي التي يقدمها معهد التثقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي. يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك أو من مقدم الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. تنظير القولون مقدمة. تنظير القولون إجراء بسيط يسمح للطبيب برؤية باطن القولون واكتشاف بعض الأمراض في وقت مبكر ومنها السرطان. تنظير القولون إجراء غير مؤلم ويمكن أن يكون منقذاً للحياة. يشرح هذا البرنامج فوائد هذا الإجراء إضافة إلى المخاطر والمضاعفات الممكنة. التشريح. القولون هو الجزء الأخير من الأمعاء ويعرف أيضاً بالأمعاء الغليظة. يمر الطعام عبر المريء الذي يعرف أيضاً باسم أنبوب الإطعام. يصل الطعام بعد ذلك إلى المعدة حيث يهضم جزئياً. وينتقل الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة حيث يخضع الطعام إلى عملية هضم إضافية ويجري امتصاص العناصر الغذائية منه. بعد ذلك تصل الألياف والأطعمة المهضومة إلى القولون. في القولون يجري امتصاص ما تبقى من عناصر غذائية ويتشكل البراز. يخزن البراز بعد ذلك في الجزء الأخير من القولون وهو القولون السيني والمستقيم قبل طرحه إلى خارج الجسم. تقوم الشرايين بتزويد القولون بالدم، أما الأوردة فتنزح الدم من القولون لتأخذه إلى القلب. يجري امتصاص السوائل الزائدة في القولون إلى الدورة الدموية عبر شبكة من الأوعية تدعى النسيج الليمفي والعقد الليمفية. إن العقد الليمفية تساعد في مكافحة الالتهابات أيضاً. يمكن أن ينتشر سرطان القولون إلى الكبد والأمعاء الدقيقة وأقسام أخرى من الجسم، وذلك بالتماس المباشر أو عبر العقد الليمفية. يتألف القولون من الأجزاء التالية: القولون الصاعد، القولون المستعرض، القولون النازل، القولون السيني، المستقيم والشرج. أمراض القولون. سرطان القولون من أكثر السرطانات انتشارا لدى الرجال والنساء، وكثيرا ما يكون وراثيا. تظهر الاختبارات الجينية أن المرضى المعرضين للإصابة بسرطان البروستات معرضون أيضا لخطر الإصابة بسرطان القولون. يسمح تنظير القولون للطبيب بأن يتحرى عن سرطان القولون مبكرا ويتيح إمكانية الشفاء منه. يبدأ سرطان القولون عادة على شكل كتلة صغيرة تدعى بوليب تتدلى داخل القولون. لا تتطور كل البوليبات إلى سرطان، لكن يجب مراقبتها عن كثب. ويمكن أن يؤدي سرطان القولون إلى ظهور دم في البراز إضافة إلى تغيرات في أسلوب حركة الأمعاء. من أمراض القولون الأخرى الالتهاب المزمن أو حالات عدوى القولون، وهي يمكن أن تؤدي إلى إسهال وربما إلى نزف. ويمكن أن تؤدي بعض هذه الأمراض إلى الإصابة بسرطان القولون. برعاية معهد تثقيف المرضى www.patient-education.com. أكثر من 5000 من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية. الإجراءات البديلة.
حقنة الباريوم هي اختبار شعاعي يسمح للطبيب بأن يرى القولون بالأشعة السينية. إن حقنة الباريوم لا تعطي صورة حقيقية للقولون، كما أنها لا تتيح للطبيب أخذ خزعة من القولون. في الخزعة يأخذ الطبيب عينة من النسيج غير الطبيعي ويرسلها للفحص تحت المجهر. كما يمكن أيضاً إجراء تصوير طبقي محوري خاص للقولون، ويدعى بتنظير القولون الافتراضي، ويسمح بأخذ مشاهد مفصلة لداخل القولون، ولكن وكما هو الحال في حقنة الباريوم، فهو لا يسمح بإجراء خزعة في حال تم اكتشاف شيء غير طبيعي. تنظير القولون هو الإجراء الوحيد الذي يسمح للطبيب برؤية بطانة القولون وأخذ عينات من المناطق غير الطبيعية. تنصح التوصيات الحالية للتحري المبكر عن سرطان أو بوليبات القولون بإجراء تنظير القولون لكل من بلغ سن 50، وذلك كل 10 سنوات إذا لم يظهر شيء غير طبيعي. أما بالنسبة للأشخاص الذين ظهرت في عائلاتهم إصابات بسرطان القولون، فيجب البدء بالتحري عنه منذ سن 40 أو حتى قبل ذلك، ويعتمد ذلك على عدد الأقارب الذين أصيبوا بسرطان القولون وعلى أعمارهم وقت اكتشاف الإصابة. قبل التنظير: لإجراء التنظير يجب أن يكون القولون نظيفاً، لذلك يعطى المريض مسهلاً قوياً يسبب لديه إسهالاً شديداً ينظف القولون من كل البراز الذي فيه. وقبل التنظير يطلب الطبيب من المريض أن يقتصر طعامه على السوائل الخفيفة مدة يوم للتقليل من تشكل البراز. إجراء التنظير: لا يتطلب تنظير القولون بقاء المريض في المستشفى، أي أن المريض يذهب إلى بيته بعد انتهاء التنظير. قبل إجراء التنظير يمكن إعطاء المريض أدوية وريدية للاسترخاء والتهدئة. يتم تنظير القولون بإدخال منظار مرن داخل القولون عبر المستقيم. يحمل منظار مصدراً ضوئياً وأليافاً ضوئية تسمح بظهور صورة القولون من الداخل على الشاشة. قد يشعر المريض بحاجة ملحة إلى التبرز عند إدخال المنظار في المستقيم، وهذا أمر طبيعي، ولكن على المريض أن يخبر الطبيب إذا استمر هذا الشعور، فقد يعطيه الطبيب المزيد من الأدوية حتى يرتاح. بعد إدخال المنظار في المستقيم يعاين الطبيب بطانة القولون الصيني والقولون النازل. بعد ذلك يتقدم الطبيب بالمنظار نحو القولون المستعرض، وأخيرا يصل المنظار إلى القولون الصاعد. إذا اشتبه الطبيب بمنطقة ما يمكنه أن يأخذ جزءا منها ويرسلها إلى المختبر. يفحص الطبيب الباثولوجي النسيج تحت المجهر ويقرر ما إذا كان فيه ما يدل على السرطان أو أي مرض آخر. بعد أن ينتهي الإجراء يقوم الطبيب بسحب المنظار. تنظير القولون غير مؤلم عادة، ولكن المريض قد يشعر ببعض الانزعاج. المخاطر والمضاعفات: تنظير القولون إجراء آمن للغاية ويمكن أن ينقذ حياة المريض، ولكنه ينطوي على مخاطر ممكنة يجب على المريض أن يعرفها. فهناك احتمال ضئيل لتأذي بطانة القولون أو حتى ثقبها. فإذا حدث تأذي بطانة القولون أو ثقبها يمكن أن يحتاج الأمر إلى عملية جراحية لإصلاح الضرر. وأحيانا لا يكون القولون نظيفا كما ينبغي، وفي هذه الحالة يمكن أن يؤجل الطبيب إجراء التنظير. ويمكن أن يحدث بعض النزف من المستقيم إذا ما أخذ الطبيب عينة من النسيج منه.
وعادة ما يكون هذا النزف خفيفا. بعد الإجراء يمكن للمريض أن يذهب إلى بيته في يوم إجراء التنظير نفسه، وحين يكون المريض قادرا على الذهاب للبيت فعليه أن لا يقود سيارة، وعليه أن يخطط مع شخص كي يوصله إلى البيت. قد يوصي الطبيب مريضه بالاستراحة والاسترخاء طيلة اليوم الذي أجري فيه تنظير القولون ريثما تتلاشى آثار الأدوية المهدئة، وينبغي على المريض أن يحرص على أن يتصل بطبيبه إذا شعر بألم شديد في البطن أو حمى أو انتفاخ في البطن، حيث يكبر البطن بسرعة بعد تنظير القولون. في حال تم إزالة نسيج فعلى المريض أن يسأل الطبيب عن موعد دخول نتائج دراسة العينات. قد يحتاج بعض المرضى إلى إجراء تنظير قولون دوري للاطمئنان على عدم ظهور شذوذات جديدة. إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة. لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة. الخلاصة: تنظير القولون إجراء شائع يسمح للطبيب برؤية بطانة القولون وأخذ خزعات منها عند الضرورة. تنظير القولون إجراء آمن للغاية، يمكن أن يكشف عن سرطان القولون في وقت مبكر. إن التحري المبكر عن السرطان يسمح بمعالجته في وقت مبكر ويمكن من الشفاء منه. صحيح أن هناك بعض المخاطر والمضاعفات عند تنظير القولون، ولكنها نادرة جدا. شكرا لاستخدامكم برنامج Explain.